السلام عليكم، اسمي مالمارو. اليوم في جيم بلاي للعبة تاكتيكال ليبيك ادفنتشر جمب كينج ذات از سموكينج هوت بيبي ات ذا توب. كيف حالكم يا جماعة؟ دونك هذه اللعبة بالعربية ملك القفزات، بون جمب كينج. هذه اللعبة اكتشفتها في شهر ديسمبر. في ديسمبر كانوا انك واحد محلي ايفنت محلي لازم نلعب فيه العاب باش نربح نقاط، و ربحت كثير من النقاط بسبب ريمان ليجندز وكاب هيد. وهذه اللعبة اكتشفتها هناك، يعني كنت اشد الصف حتى العبها، لعبتها 5 مرات. كان هناك التشالنج هو لازم نوصل لليفل السادس. لعبتها 5 مرات. نعمل نيو جيم ديليت سيف. بعد السادس مرة وصلت لليفل السادس في اقل من دقيقتين، يعني لازم بعد قلت لازم نعمل نقطة نعمل فيديو جيم بلاي ليها. دونك هذا عندنا جمب كينج ازرق، دونك فما بي من فوق امرأة جميلة باش نمشيو هذا الكل حتى نوصلو لها. دونك هوني تنجم تقفز جمب، يقولولي الجمب نتاعو ما تنجمش مثلا في ماريو او سونيك يعني في وسط الهواء تتحكم فيه على اليمين او اليسار، لا. اذا قفزت يعني عندك تراجكتوري، عندك ممر، يعني طريق محدد تمشي له. مثلا هوني هكا القفزة على اليمين، دونك عنده الهايت شنو يعني العلو، عنده علو محدد يجم يوصله فقط هكا. و بالنسبة للمسافة الأفقية هكا على اليمين أو اليسار زادة محددة، لكن هذا الماكس، هذا اللي نعمل فيه الماكس، لكن نجم نعمله قفزة صغار. لكن هوني شوف شي، القفزات ليس هناك أي دليل. أرى كيفاش نجمو نقفزو، ها يعني كلهم قفزات مختلفة، فقط الفرق بيناتهم هو كم من وقت أنزل على سبيس بار. أنا أقفز بسبيس بار، كم من وقت أنزل عليه، قد ما أنزل قد ما يعني القفزة تكون أعلى. سو لازم نطلع من الفوق وتمشي تطلع. وشيء آخر، إذا سقطت نجم كان يمشي تضرب، أوبس تضرب بكا ونسقط نرجع من الأول طق هي قاعدة تضرب. سو هذه كيما getting over it، إذا تخسر يعني ترجع إلى الأول لازمك تعاود كل شيء كولا غالب، لازمك تصبر، لازمك تتحمل. يعني هذه لعبة جيدة لليوتيوبرز نتاع الرياكشنز، يعني علاش جيدة لجماعة الرياكشنز؟ لأنه فيها هكا كيما getting over، يعني تخسر لا تعمل لك كذا، لا واحد وكذا، لا تتغشش، ولا ممكن تكسر كنترولر وتكسر الكيبورد نتاعك. ما انو عادي واحد كيف يتقبل انه يجم يطيح في اي وقت، كيما انو واحد يتقبل انه يجم يموت في اي وقت. سو عادي نوب، يعني خسرت. سو هوني شنو هو الاستراتيجي تاع هذه اللعبة؟ فهم هوني قفزات لازم تتعود عليهم، بس فهم مصل ميموري مثل يعني سلاست تموت و بعد العضلات نتاعك تتعود على متى تنزل للداش، متى تنزل القفز وكل شيء، متى تتسلق الجدران، يعني تقعد تموت حتى تتعدى الليفل. التعلم يختلف من شخص لشخص، يعني فما ناس تتعلم بسرعة وناس لا. هوني كيف تجم تخسر حتى تعرف كم الوقت تنزل عليها تتعمل في القفزة. وهناك اي من بعض الاسس، مثلا هوني باش نقفز، اول فكره جات لبالي نقفز هوني، بعد نقفز هكا. لكن هناك طريقه اخرى، افضل شيء للقفزان هوني انك تعمل قفزه ماكس، تقعد تنزل على الماكس ما تخممش نوع الوقت، فقط تعمل ماكس كيما منك. يعني مثلا هوني اذا اقفز الى اليمين شفت شي الجمب كينج يتضرب في الحيط ويرجع الى الخلف. دونك هذه فما بعض الاشياء استس، فما هوني اماكن ديما تقفز فيهم، كيف تقفز فيهم تكون متاكد انك ستاتي يعني بالماكس، حتى بالماكس مثل هكا. مثلا هوني لا، حتى كنت باش تعمل ماكس اوب ترجع للخلف، دونك لازم تلقى قفزه صغيره. هوني قفزتين ماكس، هذه سهله يعني، بس لان هوني قفزتين ماكس توصلك الى الفوق. دونك هوني واحده اخرى، هذه لازم تكون ماكس، اذا تكون ماكس اسقط، هذه ايضا لازم تكون ماكس، او هذه انا عملتها ماكس اخي سقطت. نرجع هوني نعمل قفزه نايس هوني طق، نعمل هوني ماكس نايس، وصلنا هنا. طيب نحاول نطلع فوق هذه البلاتفورم، لازم تكون ماكس، منجمش نعمل نرجع لها من الجهة الأخرى.
وعملنا واحدة ماكس طق وسقطنا وسقطنا. اش نعاودو هاك الكل هكاكا؟ علاش اللعبة هذه جيدة يعني؟ رياكشنز خطأ واحد أو بترجع من الأول، ممكن نلقاو كالشيخ من الأسفل ناشق يعني، فهم؟ ما فماش أغنية فقط هكا، زاد الحاجة اللي تمرج ما فماش أغنية، فما أمبيت نويزز، صوت عصافير ومش هاك الكريكت وراهو يمرج يا جماعة، هاك الصوت كم مرة في الصيف، في الصيف احنا في تونس يعني في الحديقة وفي الشارع يكون هناك هذا الحشرة الجرادة السرار، السرار يا واسمو السرار الجرادة يعمل هذا الحس يمرش. هاني توقع نطلع جيد، كل شيء جيد. ليش بالمصل ميموري نجم نتعود؟ اي بيوني نقفز الاسفل باش نجم نعملو الماكسي جامب. عملت قفزة صغيرة، ما قلتوش معاه ساعة من الأغلاط، يتعلم من أغلاطه. عندك هذه قفزة في ال ديما كتروح لهنيا في القفزة على اليسار يعني باش تدخل في هذه الشجرة. أوبس نسيت الهونيزم تاع ماكس. يس يس وانا رجعنا نايس. معليش عملت ماكس، ما زدتش عملنا ماكس، تضرب في ال عملت هذه ماكس، غلطت غلطت ما كنتش مركز على اليسار على اليمين. كانت اقوى من لازم بس انا هكا. سو لعبة طويلة يعني، لازم تطلع هذا الكل، لازم كثير من الصبر، لازم كثير من الإرادة حتى تكمل اللعبة. لينا لعبة كيما كاب هيد، بوم انه كاب هيد نوعا ما انا نشوفها سهلة نوعا ما. كاب هيد يعني تتعلم الانميز ماذا يفعل، الصعوبة انك تعرف الانميز ماذا يفعل ثم تصبح تتوقع يعني ماذا يفعله يعني. لكن مثلا هذه اللعبة كل شيء موجود، فقط انت السكيل متاعك، اذا انت كنت مصر وصبرت ووصلت الى الاخير تقول انهيت جمب كينج يعني. ليس اي شخص يجي من هي يعني، تصبح كما سلست تكمل سلست بجميع الفراولة. شيت هير وي جو اجين. لا عاد طلع طلعت من هكا، ما عملتش الطريقة الأخرى اللي قلت لكم عليها الساعة، هذه هي الطريقة اللي مش تنزل على اليمين، بطل تضرب هكا وترجع من الخلف على البلاتفورم. اوبس كنت مقدم اكثر، بدي نعمل من اليسار. شو تجم هذه زاد اللعبه تجم تشاهد فيديو تقعد تتبع الفيديو، ممكن الصعوبه فقط يعني مثلا الفيديو يقوم بقفزه صغيره لازم تعملها، لكن تجم تشوف من ذلك الفيديو تكتشف شنو الاماكن اللي تقفز منهم يعني. مثل هونيا تقفز من هكا ماكس تصل، تقفز هكا اقل بشويه تصل هوني تك صغيره. يس انا رجعنا هوني بالله اطلع. وات وانا رجعنا اي قفز من فوق اي عاد. يس اوف اني اقفز على اليسار هكا. يس وصلنا به الحمد لله. ليفل جديد، ليفل جديد به. دخلنا هذا الكاسل طق وصل هوني. يجي مزلق شيت هوني الزلقة بفلقة كما يقولوا في تونس. طق ولا نايس نايس. وكوني الليفل اصبح يعتمد كثيرا على التضرب في الهواء في ال يعني في الجدران. طق يس لا اوه يس شوفوا شو من فوق. دونك هي القفزة استعملوها باش نشوفوا شو من فوق. لا 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 أرى هذي وليت نعملها بسرعة توا. شفتي المس ميموري دونك العضلات متاع يدي أصبحت تعرف متى تقفز.
اسمع، تعرف متى تقفز؟ متى تقفز؟ اي انت هنا، انت من هذا الفيديو يزي فيه البركة. ايه لايك وسبسكرايب، تسميه من ماريو في من الله.